وهذا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما هو سبب دخول الجنة؟ هل هي رحمة الله سبحانه وتعالى أم العمل الصالح؟ ما هو إيه؟ ما هو سبب دخول الجنة؟ لا شك أن السبب هو العمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، الباء باب السبب، باء السببية، وليست باء العوض، لأن الجنة لا تدرك بالأثمان، وإنما هي باء السببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. نعم.